نبدأ الآن ب أقوى جواب وأعظم برهان نصبه لنا ربنا تبارك وتعالى وأخفق فيه كل المشككين عبر التاريخ منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا، بل القرآن يقول بأنهم سيكونون عاجزين تماما عن الرد على هذه الشبهة، عن الرد عن النهوض إزاء هذا الإعجاز الذي اشتمل عليه القرآن الكريم، عن الوقوف أمام القرآن الكريم. نحن نعلم وقد اختصرت مراحل الإعجاز المتعلقة بمنادة كتاب الله عز وجل هذا الوحي الإلهي في آخر ما نزل في هذا الشأن، وهو آية البقرة أو آيات البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يعزب عن أذهان كثير منا اليوم أن هذا التحدي كما يقول أكثر العلماء لا يزال قائما، فهو منصوب إلى أن تقوم الساعة، قائم مدعو إليه متحدا به إلى أن تقوم الساعة، وهو بأوضح عبارات الإثارة والاستفزاز والدفع إلى النهوض إزاءه. خير من مثل ما يشتمل عليه الرد على كل الشبهات بهذه الآية الكريمة الشيخ محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم. اقرأوا معي ما قاله في النبأ العظيم. قال: فانظر أي إلهاب وأي استفزاز، لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله ولن تفعلوا، ثم هددهم بالنار، ثم سواهم بالأحجار. لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته، وهم الأعداء الألداء وأبات الضيم الأعزاء، وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم، ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته، ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته، بل وجدوا أنفسهم منه أمام طول شامخ، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف، وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان، وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان. هذه الآية الكريمة كما تقدم لا بد أن نعي ونفهم أن إثارة الشبهات ورفع المزاعم والأباطيل مردود عليه بهذه الآية الكريمة. كيف لم يستطع أولئك الذين أنزل أول ما أنزل فيهم، ولا الذين جاءوا من بعدهم، ولا المتأخرون الآن مجاراة أقصر سورة من هذا الكتاب، من مثل هذا القرآن الكريم؟ وأقصر سورة كما تعرفون هي في حدود 4 آيات لا تزيد عن سطر ونصف. وليس المقصود سبكا لغويا خالي المضمون فارغ المعنى بعيدا عن مثل هذا المستوى الذي كان يدركه العرب حينما تحداهم ربنا تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثل سورة منه، لم يكلفهم أن يأتوا بأحسن منه فرادى أو مجتمعين، وإنما طالبهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. ومع ذلك فإن من حاول منهم ذلك أحل نفسه موضع الاستهزاء والسخرية. وعجيب
أن كثيرا من هذه الشبهات والمزاعم تتبناها مؤسسات ذات أموال طائلة وموارد غير منقطعة، ولكنها مع ذلك لم ترتقي إلى أن تنهض لإصدار سورة بمثل بيان وإحكام وإتقان أقصر سورة من القرآن الكريم. فاطمئن أيها المسلم، فإن هذه الحجة في يدك، تدحض بها كل الشبهات، وتدرأ بها كل مزاعم المبطلين، وتزداد بها يقينا إلى أن الذي أكرمك به ربك تبارك وتعالى إنما هو وحي من عنده، لا يستطيعه أحد من البشر ولو اجتمعوا له.